عليكم ورحمة الله، صباحكم مبروك، صباحكم سعيد. هذا هو اليوم ما قبل الأخير إن شاء الله. تنجينا في المسلمان كما كتشوفوا، أول حاجة غادي نشوفوها نجي نطلعوا على الحيط ديالنا واش باقي كاين في بلاصتو ولا لا. كتشوفوا الأولى كنجيو نديرو فوالا. دونك اليوم تيبان لاباس عليكم، لاباس في أمان الله. بون تنحاول نعطي الحضور لكم على بعض المقاطع تاع الفيديوهات اللي كيكون فيها كونكورت راكام شوية قصيرة، ملي كيفاش سوا تيبان الفوق سوا تيبان التحت. غنحاول ناخدو على العصا اللي هي بروفيسيونيل باش نخدم، ويكون الفيديوهات يكونوا أكثر دقة إن شاء الله، ويكونوا كما كتعرفوا التجربة الأولى اللي كتكون تاعت لاكام بينك وبين لاكام فاش كنت كتعامل معاها كتكون شوية صعيبة، مكتعرفش بزاف د الحوايج، مي كلشي مكيعرفش كلشي كيتعلم. إن شاء الله حتى حنا غادي نكونو غنتعلمو، وغادي نحاول نجتهد أكثر باش نعطي واحد الفيديو اللي هو كيفما قلت في دقة أكثر بجودة عالية إن شاء الله. غيكون هذا هو آخر يوم إن شاء الله. فكرنا باش ديما بالنسبة مثلا ناخدو الحوت حيت السرجين باش نحيدو منو الشهوة، كانت السرجين تاعنا زوين وبنين صراحة الله. بالنسبة لحاجة أخرى اللي غنقدرو ناخدو، دينا واحد شكل طاجين اللي كان شوية عيان ضرنا صراحة أنا ضرني، معرفش الطريقة شنو كيديرو. هاد الفقرة الصباح كتكون شوية راكم شوية مي فكرنا باش نبدلو ناخدو داكشي اللي كنا كناخدو، نرجعو شوية نديرو راسنا كيف ما كناخدو فاخر ونخدو شغل مع راسنا، ولكن كيكون أفضل كيكون أحسن لينا بالنسبة لينا. كتكون مكتبة إن شاء الله. شوية الثمن أنا عارف طلع طالع شوية ماشي بحال اللي واسطة، الثمن طالع شوية. دونك هادشي اللي فكرنا غنديرو اليوم، وغتكون آخر عمر إن شاء الله في هاد البحر هذا اللي اليوم غنوريو لكم كما كتشوفو. البحر غتكون في آخر عمر اليوم. الدنيا ما غادي في حالتهم كيف ما كتشوفو، الناس اللي كانوا متريبين البارح هنا راه خوا، وهذه الجندارم كانوا عامر كان عامر بالدنيا بالناس. شوفوا معايا باش نوريكم، كان عامر البارح هنايا. وحاجه اخرى وجينا باش نشوفوا هذا البلاصه، غادي نشوفوا الناس اللي باقيين مطونتين واش باقيين ولا لا، كلشي تقريبا مشى. حيت تيبان ليا بعض الناس باقيين وبعض الناس ما باقيينش. غادي نهبطوا مع هاد الهبيطه هادي اللي هي شويه صعيبه، ولكن نقدروا نتحكموا فيها. ولا باقي شي بعض الناس لي طونت اللي كانت تني انا عامره البارح كتشوفوا. ولا شويه اللي كيهبط من غير البال ترى اللي كيخطرو سالش كرات البال مع الضغط عاجي. كما كتشوفو لي طونت مبقاوش بزاف، شي ستة سبعة باركونت كانو مسافين هنا على طول هاد البلاصة هادي. الدنيا عامرة بزاف. صباح تيكون البحر زوين، تقدر تمشى فيه، تقدر بزاف الأنشطة تجاوز لي كيكونو هنايا وناضجين ماشي بحال هادي. شوفوا شحال بقاو لي طونت، مبقاوش بزاف تاع لي طونت، باركونت في البحر كانت الدنيا عامرة كلها هي. فوالا هادشي اللي كاين.
طول الحين راح نجي نعوم في عاوتاني غدا اليوم ان شاء الله تعالى، او نجي ندوزو فيه لا جورني، مي غنمشيو عاوتاني البحر الاخر حتى هو نشوفو كيفاش داير، نعوم فيه حتى هو شويه مزيان حتى هو صراحه، نعوم فيه لوحدي. كما نهار الشمس تبارك الله الشمس القادمة قبل لي فوق اليوم الشمس جيك على اليومين الاخرين اللي كانوا غطلع الشمس طال 11 12 اليوم لا عاد الشمس القادمة هاد اليوم عاد ثم لا خلص منه ولكن جاعت تاخر الحرة هو اخا غير طالع البارح ما كانش يكون هاد الوقيته، مع هاد الوقيته اللي كنشوفو دابا الحر ما كانش طالع البارح، اليوم نزل ضروع عمر وصحاب السيرف غيمشيو مع شي اخرين غاضبين.
رايك هنا تما الناس كتعوم ولا تما كتعوم مع عصا كيما خاطرك خلي البنادم ماشي مكتب البنادم بحال الايام العادية بحال البارح الويكاند كان شوية على الحلال راه الحجرة اللي كانت تلاحهم هنا فينا يا فينا فوالا.